السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضركم في لقاء جديد في سلسلة Learning Vim Vervis 7. ما زلنا بنتكلم في موضوع الـ Resource Management and Monitoring، واللي كنا اتكلمنا فيها ببعض الكونسبت كده اللي تخص الرامات والCPU، ووضحناها قبل كده في فيديو خاص بيها. والمحاضرة فاتت كنا اتكلمنا على Monitoring Resource Usage، واللي هي ازاي تقدر تشوف البرفورمانس الخاص بVirtual Machine أو بSXI أو بCluster أو Data Center، سواء على رامات على بروسيسور على ديسك، بكل التفاصيل اللي احنا شفناها. في بقى احد الفيتشر الجميله جدا المرتبطه برضو بموضوع المونيتورنج، اللي هي الالارمز. ايه الالارمز دي؟ احيانا كده تلاقي على مستوى الفي سنتر، لو انت مثلا على السمري، في بعض الالارمز كده، بعضها مثلا يقول لك في ايرور، بعضها في وورنينج، يعني بعض التحذيرات بالنسبه لك. احيانا بتكون ظاهره في التريجر الالارمز هنا. طب هو اصلا ايه الالارمز دي؟ يعني زي ايه مثلا؟ احيانا ممكن لو عندك فيرتشوال ماشين مثلا البرفورمانس بتاعها او اليوسج الخاص بالسي بي يو مثلا عدى 90% وكده، يبدا يديك تحذير في مثلا لود على داتا ستور معينه او ستورج او الميموري، اللي لايسنس عندك اكسباير، عندك سيرتيفيكت مثلا على وشك ان هي اكسباير قبل مثلا بثلاث شهور، بيبدا يديك كده الارم ليها. فموضوع الالارمز ده من يعني بصراحه يعني عمليا من الفيتشر الجميله جدا، حاجه اصلا يعتبر حتى لو سبتها بالديفولت سيتنج بتاعها، هي بتحذرك وبتوريك ان انت عندك مشكله معينه على وشك ان هي تحصل. يعني هو دايما غالبيه الالارمز اللي هي اصلا الاوريدي اصلا بريديفايند، هي بتحذرك من المشكله قبل ما تحصل. طبعا احيانا بتظهر بقى لو في مشكله حصلت، مثلا زي ايه؟ ان انت مثلا عندك كيبل النتورك مثلا فصل عن الاس اكس اي، يعني شوف حاجه كده فيزيكال بقى، يبدا برضو يقول لك ان انت عندك مثلا نو ريدندنسي، او نتورك انترفيس ديسكونكت، او هوست مثلا عمل ديسكونكت من الفي سنتر بسبب انه عمل ريبوت، او مفيش كونكشن بين الفي سنتر والاس اكس اي. فعمليه الالارمز دي، في الارمز كتير جدا بتبقى موجوده عندنا. طبعا زي ما قلنا في الارمز كتير موجوده اصلا، يعني مثلا يمكن زياده عن ما يقرب من 300 بريدفان الارم كده هو موجود، وهنقدر نشوف هم ايه حاليا، وانت تقدر تعدل فيهم او تضيف غيرهم كمان. يعني انت مثلا ممكن يبقى فيه محتاج تعمل الارم معين لاوبشن على في ام معينه، او على ستورج، او على هوست، او كده مش كونفيجرد اوريدي، خلاص تقدر تعمل الموضوع ده. يعني انت تقدر تيجي هنا دي الالارم ديفينيشن، دي كل الارمز الموجوده بتبقى في الكونفيجر، بتبقى في الارم دي كل الارمز موجوده. في حاجات على مستوى الفي سنتر، على الهوست، على داتا ستور، على الفي ام، في حاجات كتير. طب لو ايه اصلا انا عندي عايز اعمل الارم بقى معين؟ يعني لما تدخل في الموضوع ده شويه بشكل ادفانس، هتلاقي في بعض الايه ان انت تقدر تعدل في اللي موجود او تكريت واحد جديد خالص. يعني ده هنا هو الارم مش موجود، تقدر تعمل اديت فيه، تعمل له ديسيبل، تعمل له ديليت، او تعمل اد ليه حاجه جديده بقى. ان انت يا اما تعمل اد، او تيجي من هنا على مستوى الفي سنتر تقول له نيو الارم ديفينيشن، وتبدا بقى تحدد حسب ما انت عايز بقى، حاجه تخص الرامات، حاجه تخص البروسيسور لو فيه، لو هي اوريدي الالارم ده مش موجود عندك. طيب الجميل بقى كمان في موضوع الالارم ده، احنا قلنا ان هو بطبيعه الحال بيبقى وقت لو في اي الارم عندك يعني تريجر بتاعه حصل، يعني مثلا زي ما قلنا مثلا الفي ام وصل اليوسج على الميموري او السي بي بتاعها كتير، او داتا ستور معينه على وشك ان هي تبقى فل، ايه اللي بيحصل؟ هو يظهر لك ان الالارم موجود، يعني حتى ممكن تقول له ريسيت تو جرين عشان تلغيه، يعني خلاص ابقى عرفت ان في مشكله عندنا. طيب احيانا تقول طب ما انا كده محتاج ان انا لازم بقى باستمرار ابص في السامري، او اجي في المونيتور واشوف التريجر الالارم. هقول لك انت ممكن تعمل انتجريشن ما بين الفي سنتر والميل سيرفر اللي عندك، وتعمل ميل كده يسند ليك نوتيفيكيشن لو عندك اي الارم حصل. دي بقى اديشنال كونفيجريشن انت بتعمل، ان انت بتربط الفي سنتر بتاعك بميل سيرفر، بتيجي من هنا كده على مستوى الفي سنتر في الكونفيجر في جنرال، هتلاقي حاجه اسمها الميل. الميل ده بقى بيبقى خاص بان انت تقول هنا الميل سيرفر بتاعنا كذا، والميل سندر الميل اللي ايه اللي هنبعته. في الحاله ديت اللي بيحصل لو حصل عندك الارم على حاجه معينه، انت بقى اللي بتحددها، اللي بيحصل هيجي لك نوتيفيكيشن على الايميل على طول. يعني دي بقى لو هي حاجه كريتيكال اكتر. طبعا مش هنعمل الكلام ده على كل الالارمز، ليه؟ لان هتلاقي كده ايميلات هتجي لك كتير، انما انت دايما حته الميل ده لا، هتعملها في الحاجات اللي هي بتبقى الكريتيكال، اللي انت وقت ما هتحصل. يعني مثلا عندك هوست النتورك بتاعته مثلا فصلت ديسكونكت، او الهوست نفسه اصلا ديسكونكت، لا ديت حاجه يعتبر كريتيكال لازم نتدخل على طول. طب لو احنا شفنا الكلام ده كده بشكل عملي، لو احنا عايزين نشوف كل الالارمز اللي موجوده، هي زي ما قلت لك بتبقى في السمر هنا، بيبقى ظاهر لك لو في اي الارم، او لو جيت في المونيتور هنا هتلاقي برضو بيبقى موجوده فين؟ في الاول ايشو والتريجلد الارم.
تمام، يعني دي بتبقى برضو ظاهره لو هي على مستوى الفي سنتر. طبعا لو نفس الكلام لو جيت على الداتا سنتر برضو هتلاقي في المونيتورين، هتلاقي الايشوز والالارم، هتلاقي برضو لو في اي حاجه موجوده هتلاقي برضو على مستوى الداتا سنتر. لو جينا برضو في المونيتور هنا هتلاقي موجوده، يعني تشوف مثلا على مستوى الكلاستر هنا في مديك الار او ايشو، يعني هنا في ايشو موجود حاجه تخص الدار اس فتبدا تشوف. برضو على مستوى الاي 6 اي نفس الكلام، هتلاقي في المونيتور هتلاقي برضو الايشوز والالارمز اللي موجوده عندك، وهتلاقي على مستوى الفي ام. يعني دايما زي ما قلنا الجزء بتاع المونيتورنج ده بيبقى موجود على مستوى الفيرشوال ماشين، على مستوى الاي 6 اي، على مستوى الكلاستر، على مستوى الداتا سنتر، على مستوى الفي سنتر، حسب بقى اللي موجود عندك. طيب لو انا حابب اشوف بقى كل الالارمز اصلا اللي موجوده اللي هي اصلا اوريدي كونفيجرد، في الحاله دي هتيجي هنا على الفي سنتر، جميل، وهتيجي في الكونفيجر هنا وهتلاقي عندك هنا الالارمز ديفينيشن. شوف عندك كام، حوالي 200. طبعا دي بتختلف من اصدار للتاني، احيانا بيضيفوا حاجات احيانا بيحذفوا حاجات حسب يعني الايه ما في مور. شايف زي ما قلنا انت هنا دي كل الحاجات الموجوده، هتلاقي بعضها ايه دي على مستوى ايه، هتلاقي على مستوى الهوست، على مستوى الفي سنتر، على مستوى الفيرتشوال ماشين، هتلاقي على مستوى مثلا الداتا ستور هي، فحسب بقى اللي موجود. طبعا انت هنا في حاجات كتير جدا، يعني احيانا في حاجات منها احنا مثلا ما مش هنحتاجها، جميل، لكن هي اوريدي كده ولا كده كونفيجر، يعني اي حاجه هنا خلاص هي اوريدي كونفيجر. طيب لو انا مثلا اقدر اعدل في اللي موجود، يعني انت مثلا دلوقتي لو انت حابب تعدل في اللي موجود ان الهوست ده مثلا لو حصل له ايرور، طبعا انت لو فتحتها كده هيوريك التفصيل بتاعته ان ده حاجه تخص دي كمثال الديسكريبشن اهي ان دي هتحصل لما يحصل اكشن معين وبالشكل ده. طبعا انت تقدر تعمل فيها ايديت، يعني لو جينا كده نعمل ايديت ده الشكل بتاعها اصلا، يعني ده اسم الالار لو انت بتكريته جديد تقدر تعدله، موجود على مستوى الهوست اهوت، وتيجي بقى تقول له مثلا ايه نيكست هنا، يديك بقى الالارم نفسه، يعني مثلا ايه الهوست ايرور، بيقول لك اف لو الهوست حصل له جه عليه ايرور ايه اللي هيحصل، هيبدا دلوقتي مثلا يا اما يبعت مثلا ايميل نوتيفيكيشن او يعمل مثلا يسند اس ان بي او يران سكريبت معين، انت ممكن تحط هنا وتقول له ران سكريبت معين، يعني مثلا ايه يعمل له ريفريش او كده حسب بقى الموجود عندك. ممكن يبقى فيه رول ثانيه، ممكن يبقى فيه او الارم ثانيه، ممكن يبقى فيه الارم ثانيه، يعني انت ممكن تعمل الالارم الواحد يبقى فيه اكتر من رول، يعني انت بتجمع اكتر من ايه من حاجه مع بعض. دي طبعا الحاجات اللي هي اللي موجوده ايه نقدر نقول بري كونفيجر باي ديفولت هي موجوده عندك. ده مثلا لو عندك ام سيرفر ده للسكيورتي فيبقى برضو ايه موجود عندك. بقى حاجات الاشهر بالنسبه لنا الهوست ميموري ده مهم جدا عشان الهوست بتاعنا لو وصل لعالي اللي ليفل عالي شويه مثلا فوق 90% يبدا يديك مثلا ايه تحذير. الهوست هاردوير دي شوف الهاردوير لو الفان فيها مشكله يبقى ايه هيديك برضو ايه الارم كده. طبعا في بالنسبه للهاردوير لو في بقى في الارم تاني تخص الهاردوير اللي هو لك ايه الهوست هاردوير ستاتس كده، ده بيبقى يعتبر ايشو عام، ممكن يبقى في مشكله في الرامات، ممكن يبقى في مشكله في البروسيسور، من الحاجات برضو الجميله جدا، يعني ده يبين لك ان في مشكله في الايه في الهاردوير. يعني طيب احيانا وده يعني يعتبر يعني سيناريو قليل شويه ان انت ممكن ما تلاقيش الارم الحاجه انت عايزها، يعني انت هنا عندك حوالي كام 282 مثلا الارم، يعني ما يقرب من 300 الارم، ده باي ديفولت 100 كاري. طب لو انا مثلا عايز اكاري تاني حاجه جديده، بتعمل ايه بكل بساطه؟ تيجي تقول له اد، جميل، ده ان انت تقدر تعمل دلوقتي من الارم جديد، او ان انت لو جيت على الفي سنتر تمام هتلاقي عندك الالارم وتقول له نيو الارم ديفينيشن، دي لو انت عايز ايه هي دي او ديت، يعني تقدر تعملها من هنا او هنا. طب بنعملها ازاي بقى؟ لو انت جيت تقول له اد كده، في مثلا مثال كده بتاع السناب شوت، في سناب شوت ده اللي هو ايه عمليا عشان نفهم مثلا ده كمثال لازم تجد التريجر التارجت تايب من التارجت بتاعك. زي ما قلنا ممكن يكون الالارم ده يخص الفي سنتر، ممكن يكون يخص الفيرتشوال ماشين، ممكن يخص كلاستر داتا سنتر ديستريبيوت سويتش او داتا ستور كلاستر، حسب فحسب الاختيار بتاعك هنا هيديك اوبشن كتير تقدر تختار منها. كمثال مثلا احنا عايزين نعمل حاجه للسناب شوت سايز، بمعنى ان انت دلوقتي لو خدت سناب شوت طبيعه الحال بيتكريت اللي هو الدلتا فايل اللي هو يعتبر بيزيد معاك، طبعا كل ما يزيد ده بيعمل لك مشكله بعد كده. فانت دلوقتي مثلا عايز تعمل ايه، ده مثال مشهور جدا ان احنا نقول له لو هناخد كده على الفي ام نحط له مثلا كده زي ماكسيمم،
نقول مثلا لو وصل ل 20 جيجا الملف ده او زي ما انت عايز يعني، خلاص يبدأ يديك ايه تحذير كده، وممكن يديك يبعت لك رسالة على الميل حسب ما انت عايز. يعني مثلا شوف احنا دلوقتي ايه، لو قلنا له كده نيكست، اه سيلكت التريجر، هنا بقى اللي بيبدا يديك كل الاوبشن اللي متاحه ليها تخص الفي ام بقى، فانت تبدا تشوف اللي يخص مثلا السناب شوت. انت انا لو كتبت كلمه سناب شوت هو يديك اه في ام سناب شوت سايز، ده بقى اللي هو المقصود بقى ايه، بيقول لك اهو ايه اللي معناها ديت، بيقول لك ايه لو انت وصلت مثلا اباف او بلو. طبعا احنا المثال بتاعنا ان احنا عايزين اباف، لان هي دي النقطه اللي بتعمل لنا مشكله. دي ايه اللي هيحصل لو قلنا له مثلا يوصل السناب شوت سايز ده مثلا زياده عن 20 جيجا، هو بيبقى بالجيجا يعني. لو وصل اكتر من 20 جيجا خلاص يبدا يظهر لنا كده ايه بقى تحذير على مستوى ايه، على مستوى الفي ام اللي حصل فيها كده. طبعا هو هنا بيجي يقول لك الالارم الوضع بتاعه هيبقى ايه، اه اللي بتسلكت سيفرت، يا اما هيديك ورننج او كريتيكال. كريتيكال ده اللي هو يعتبر بيبقى الريد يعني الحاله خطره يعني، انما ورننج ده بيبقى تحذير اقل شويه يعني. ده مثلا كمثال مشهور كده بيبقى في الميموري، تلاقي والسي بي يو لو وصلت 90% فيما فوق ده يعتبر كريتيكال اللي هو الريد. الورننج اللي بيبقى اصفر مثلا لو وصلت ايه فوق 70 فيبدا كده، فيعني ايه برضو انت تحط اه لا دي حاجه كريتيكال حسب ما انت عايز. ممكن هنا تعمل بقى سند ايميل نوتيفيكيشن، جميل. وفي الحاله دي لو اخترت الايميل هتعمل بقى السبجكت ليه، طبعا هو هنا عامل ايه سبجكت كده يعني كمثال، لكن انت تقول اه مثلا السبجكت ده سناب شوت مثلا، نحذف الجزء ده مثلا نقول له سايز مثلا 20 جيجا. يبقى مثلا ده اول ما يجي لك ده السبجكت، هيجي لك الايميل تو، هيبعت الايميل لمين؟ اه هتعمل بقى ان الايميل ده يتبعت لك بقى للايميل بتاعك او الايميل بتاع الجروب بتاع الاي تي ادمن اللي عندك حسب بقى اللي انت ايه اللي انت عايزه. وبطبيعه الحال زي ما قلنا انت عشان يقدر يبعت ميل لازم تكون رابط الفي سنتر بالميل سيرفر اللي عندك، وده هنشوفها كمان شويه. طيب لو انت عايز تعمله ريبيت ان هو يبعتها لك بشكل متكرر او مره واحده، باي ديفولت كده هي تبقى مره واحده، انما انت ممكن تعمل له ريبيت ان هو يبدا يبعتها لك بشكل متكرر يعني. طيب ممكن انت تكتفي بحته الايه اللي هي ان هو هيظهر لك الورننج او يعني كريتيكال او ورننج عندك على مستوى الفي ام، ممكن تكتفي بدي. ممكن تعمل ايميل، ممكن تقول له مثلا ران سكريبت معين يعني خد سكريبت يعني، انت بس ممكن تحط سكريبت تضارب على سكريبت مثلا للموضوع ده، ان اول ما يعدي 20 جيجا يبدا يعمل ايه يدلت السناب شوت ده يعني، يعمل بقى ميرج اصلا مع الايه السناب شوت ده مثلا كمثال ممكن يتاخد في الموضوع ده، جميل. فاحنا دلوقتي مثلا عملنا كده، ده مثلا كمثال اهوت الفيم سناب شوت، ونقول له نيكست، هو كده هيدينا ورننج وخلاص، مش هيدينا ايميل ولا حاجه. ده لو انت عايز تحط رول ثانيه، لا انا ما فيش رول ثانيه احطها، تمام. ده كده السمري بتاعنا اهوت، وهيبقى معمول له انيبل ونقول له كرييت. شوف كده هم كانوا 282، لا بقوا 282. طبعا انت لو عملت هنا سيرش كده قلنا له اسمه اهو اللي احنا كريتناه وينيبل، دي لسه ما كانتش متكريته. قيس بقى على كده حاجات كتير جدا بقى يعني، انت لو جيت تعمل اد هنا حسب ما تختار، لو جيت مثلا على مستوى الفي سنتر، لو جيت مثلا حسب يعني انت مثلا لو عايز دي بقى تقعد تلعب فيها وتفهم ايه الحاجات اللي موجوده كامثله. هو مديك هنا امثله كتيره مش كونفيجر يعني، بالاضافه مثلا للحوالي 280 اللي موجودين دولت او 282 في حسب الفي سنتر اللي احنا شغالين عليه، لا في حاجات ثانيه. انت مثلا ممكن تيجي مثلا على مستوى الداتا ستور مثلا. طيب لو ايه الحاجات اللي في الداتا ستور، هنكتب هنا اي حاجه ونعمل نيكست عشان نشوف الرولز اللي موجوده. اه سيلكت التريجر، ايه التريجر اللي عندنا؟ هتلاقي مثلا حاجات تخص الايه الكباستي مثلا، يعني لو جيت الداتا ستور ديسك يوسج، اه لو وصل مثلا ليه مساحه معينه يبدا يديك ايه الارم، هي باي ديفولت دي اصلا معموله يعني. حاجات تخص مثلا الايه الناس ستورج، اه لو انت عندك مثلا ناس ستورج كريتد يجي لك ايه نوتيفيكيشن الداتا ستور حصل فيها موديفيكيشن معين، حد عمل ديسكفر، حد عمل انكريز للكباستي، في فايل اتدلت عندك. شوف لو حد دلت فايل هيجي لك ايه مثلا نوتيفيكيشن، او يظهر لك ورننج، او يجي لك مثلا نوتيفيكيشن على الايميل حسب ما انت عايز. فتلاقينا بقى في حاجات ايه كتير بتبدا انت تكريتها حسب الاحتياج يعني، جميل. فهي ديت كده الفكره بتاعت الالارمز اللي موجوده باي ديفولت اصلا، بالاضافه للايه لان انت تقدر تكريت حاجه تانية. طب النقطه بقى اللي كنا بنتكلم فيها ان انت لو عايز يجي لك نوتيفيكيشن على الايميل، اه في خطوه مهمه جدا لازم تعملها، دي بتعملها مره واحده، ان انت لازم تربط الفي سنتر بتاعك بالميل سيرفر، يعني تعرفوا مين الميل سيرفر والايميل اصلا هيتبعت هيبقى
مين السنتر بالنسبه لك. او في الحاله دي عشان اربط الفي سنتر بتاعي بميل سيرفر باجي هنا على مستوى الفي سنتر. شوف بقى بتسلكت الفي سنتر نفسه في الكونفيجر في الجنرال هنا هتلاقي فينا الجزء بتاع الميل. طبعا هو باي ديفولت نوت كونفيجر ده يعني شوف فاضي خالص. هتيجي تقول له هنا ايديت وتيجي هنا في الميل. طبعا هنا في يعني ده جنرال كونفيجريشن على مستوى الفي سنتر يعني حاجات كتير. دي الميل اهوت بالنسبه لنا. تدي له هنا الميل سيرفر بتاعك لو الميل مثلا هنقول اسمه ميل دوت كورب دوت لوكال مثلا على فرض يعني هم احنا ما عندناش ميل سيرفر في اللاب ده بس احنا بس بنوريه. السندر مثلا هقول له مثلا ايه في سنتر مثلا داش الارم ات كورب مثلا دوت لوكال. يبقى ده كده معناه ايه؟ ده الميل سيرفر بتاعنا عشان نقدر كونكت عليه، وده الايميل اللي هو لما هيجي لك النوتيفيكيشن هيبقى مبعوث من الايميل ده. انت بقى زي ما شفنا من شويه انت بتيجي بقى على الالارم اللي انت محتاج يتبعت نوتيفيكيشن لو التريجر بتاعه حصل بقى بتبدا تقول له ابعت الايميل بقى لمين للتيم بتاع الاي تي بتاعنا او شخص معين او اشخاص معينه حسب ما انت ايه عايز. فده كده لو انت ايه حابب تربط الفي سنتر بتاعك بميل سيرفر علشان يبدا يعمل لك ليه نوتيفيكيشن. طبعا احنا ما عندناش ميل سيرفر هنا فمش هنقدر ايه نتست النقطه دي بالتفصيل يعني، لكن هي دي اصلا النقطه الاجماليه بالنسبه لنا في الموضوع ده. الالارمز دي زي ما قلت لكم بين الحاجات الجميله جدا جدا جدا، مع الوقت لما انت بتقعد تعدل فيها وتزود بيبقى فيها استفاده اكبر. ليه؟ لان انت باستمرار كده يعني عود نفسك كل يوم الصبح كده اول حاجه تيجي تعملها السمري كده على مستوى الفي سنتر، هو لو في اي الارمز عندك يظهر هنا على مستوى بقى في ام، على مستوى هوست، على مستوى الفي سنتر نفسه، على مستوى النتورك، على مستوى الداتا ستور. فدي طبعا ايه بيلخص لك المشاكل اللي عندك او المشاكل اللي هي على وشك ان هي تحصل. زي ما قلنا هو لو في حاجات بتبقى مرتبطه ان هي مشكله حصلت زي مثلا عندك هوست حصل له ديسكونكت مثلا، او ان انت مثلا عندك ايه حاجه على وشك تحصل. ده انت عندك هوست معين وصل مثلا ان اليوسج بتاع السي بي يو بتاعته مثلا 90% او كذا، فعشان تبدا تاخد ايه اكشن قبل ما يوصل 100% ويحصل عندك ايه مشكله اكبر. فنقطه الالارمز دي مهمه جدا 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 ان انت لازم تكون ايه فاهمها كويس عشان تستفاد منها كتير في الواقع العملي. ده كده كان موضوعنا النهاردة ونشوفكم قريب جدا إن شاء الله. السلام عليكم.